رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات والمبادرات الرئاسية في مجال الصحة. الأمم المتحدة تحذر من مغبة شن تركيا عملية عسكرية شمال شرقية سوريا. وزير الداخلية الفرنسي يؤكد أن مستوى خطر الإرهاب في بلاده يتراوح بين عال وعال جدا. الثانية ظهرا 12 بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتقديم تقرير شامل بالاحتياجات المالية لوزارة الصحة طبقا للأولويات، على أن يكون مقرونا بتوقيتات زمنية محددة. ووجه مدبولي بعرض تصور على مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية المطلوبة لدعم وتطوير الزمالة المصرية بما يحقق الأهداف المطلوبة في زيادة قدرات الأطباء المصريين وتطويل تطوير خبرتهم. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي بوزيرة الصحة ومسؤولي الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية. قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الحكومة تستهدف تنمية القرى الأكثر احتياجا وذلك من أجل مصلحة المواطن. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال تطوير قرية تزمنت الغربية بمحافظة بني سويف، والتي تعد القرية 15 التي تم تطويرها ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، حيث أكد شعراوي أنه سيتم توقيع بروتوكول لاستكمال تنمية بقية القرى الأكثر احتياجا. قالت الأمم المتحدة إنها تستعد للأسوأ وذلك إثر الإعلان عن عملية تركية وشيكة مع سوريا. يأتي هذا فيما دعا مسؤول أممي كبير جميع الأطراف إلى منع النزوح الكبير للمدنيين بشمال شرق سوريا إذا شنت تركيا هجوما، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية أعدت خطة طارئة تحسبا للنزوح من شمال شرقي سوريا. تستأنف بروكسل ولندن اليوم مفاوضتهما حول بريكزيت، وتأتي المفاوضات فيما اعتبرت المفوضية الأوروبية أن عرض الذي قدمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غير كاف لتجنب خروج فوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر الجاري. من المقرر أن يبحث القادة الأوروبيون خلال قمتهم المقبلة في بروكسل يومي 17 و18 من أكتوبر ملف بريكزيت مجددا. أخلت قوات الأمن الفرنسية مئات الأشخاص من مقرات الشرطة بالبلاد بعد إنذار بوجود قنابل في غضون ذلك. أكد وزير الداخلية الفرنسي أن مستوى خطر الإرهاب في فرنسا حاليا يتراوح بين عال وعال جدا، وذلك عقب مقتل 4 من رجال الشرطة على يد زميل لهم متطرف. وأكد أنه تم منع حوالي 59 هجوما إرهابيا من قبل الشرطة الفرنسية منذ بداية العام الجاري. وللمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.